أهلا بكم مرة تانية. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية. هيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، وفي نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. ويمكن إحنا كلنا بنتساءل مع دخول عيد الفطر والجو لا يزال في حالة عدم استقرار، هل هيستمر ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاض؟ يعني هل درجات الحرارة بترتفع بالنهار وتنخفض أثناء الليل، حالة عدم الاستقرار دي مستمرة معنا ولا هيبدأ في الاستقرار؟ طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير يا رب. احنا بالفعل بنشهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة وفترات النهار. يمكن ذروة الارتفاعات كانت بالأمس الثلاثاء، وسجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية خلال فترة النهار. اليوم متوقع أن تنفصل موجة ارتفاع في درجات الحرارة وتنخفض انخفاض طفيف، لكن لسه هنحس بالأجواء الحارة لأن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية خلال فترة النهار. لسه في تأثر من الكتل الهوائية الجنوبية بالنسبة للمناطق الداخلية، لكن الانخفاض هيكون على السواحل الشمالية للبلاد خلال فترة النهار اليوم. عشان كده الطقس خلال فترة النهار ما زال طقس حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال فترة النهار خاصة مع سطوع أشعة الشمس. فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات المساء تبدأ الكتل الهوائية الشمالية تأثر على أغلب المحافظات الموجودة في شمال البلاد، امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، فبالتالي هنبدأ نشعر بانخفاض درجات الحرارة، هنشعر بأثر طبعا خلال ساعات الليل متأخر فترة الصباح الباكر، والأجواء هتكون أجواء مائلة للبرودة في أغلب محافظات الجمهورية، الصغرى هتنخفض ل 17 درجة مئوية خلال فترات الليل. كمان اليوم متوقع أن يكون في نشاط للرياح فترة المساء وساعات المغرب وخلال فترة الليل. نشاط الرياح ده هيساعد بشكل كبير على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة وإحساسنا بالأجواء الربيعية. فرص الأمطار اليوم هتكون خلال فترة المساء على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، مدن القناة، جنوب الوجه البحري، هي فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة ونسبة الحدوث كمان ضعيفة. أمطار أيضا خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم. نبدأ إمتى نحس بانخفاض درجات الحرارة؟ من غدا الخميس إن شاء الله تبدأ الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا تأثر علينا، فتبدأ درجات الحرارة تنخفض انخفاض طفيف وتعود للمعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وتكون العظمى إن شاء الله متوقع تكون 27 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى يوم الخميس القادم. الانخفاض ده هيكون في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والشمال الصعيد طبعا بسبب مصادر الكتل الهوائية، وكمان المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا. ففترة الأجازة الخميس والجمعة والسبت إن شاء الله الأجواء فيها هتكون أجواء ربيعية مائلة للحرارة فترة النهار أغلب محافظات شمال البلاد، هتظل جنوب الصعيد هي اللي فيها ارتفاع في درجات الحرارة فترة النهار. فترات الليل أيضا هيكون فيها انخفاض في درجات الحرارة فترة العيد وفترة الأجازة، صغرى فترة الليل ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية. احنا طبعا بنلاقي فرق كبير بين فترات النهار وفترات الليل، وأكيد الناس مع ارتفاع درجات الحرارة بدأت تخفف الملابس فترة النهار، وده مش هيكون فيه مشكلة تماما، لكن اللي هنأكد عليه إن احنا فترات الليل وإحنا خارجين وخاصة لو معانا أطفال لازم نصطحب معانا جاكيت خفيف، لأن احنا هنحس بالبرودة خلال فترات الليل، خاصة كمان إن خلال الأيام القادمة هيستمر معانا نشاط الرياح في اغلب محافظات شمال البلاد، ده هيخلينا نحس اكتر بالبروده خلال ساعات الليل، بالاضافه كمان ان السبوره المائيه هتعود تاني في الظهور في الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، فمهم جدا لو هنسافر فتره الصباح الباكر تكون القياده بهدوء تام على اغلب الطرق، نتبع كافه تعليمات المرور، وان شاء الله تكون اجازه سعيده على الجميع ونستمتع بالاجواء كلنا في اغلب محافظات الجمهوريه.
ان شاء الله يا دكتوره منار. بنشكر حضرتك جدا على طبعا النشره المفصله وكمان النصايح للمواطنين بعدم تخفيف الملابس فترات الليل، لانه فترات الليل هيكون لسه في شعور بالبروده. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي خلونا نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهرة العظمى هتكون 32 والصغرى 17 والعاصمة الإدارية 32-16، الإسكندرية 23-14 والعلمين الجديدة 23-14، مطروح 21-15، دمياط 28-16، بورسعيد العظمى فيها 26 والصغرى 16، والإسماعيلية العظمى 33 والصغرى 16. في السويس العظمى 32 والصغرى 17 وفي العريش 34-16، كاترين 30-9 وطابة 35-16، حلايب 30-22 وشلاتين 33-20، شرم الشيخ 35-20 والغردقة 37-22. ونروح للفيوم العظمى 34 والصغرى 17 وبني سويف 35-18، الوادي الجديد 39-18، أسيوط 37-18، في سوهاج العظمى 37-19 وفي إنا 38-18، الأقصر 39-20 وفي أسوان 39-21. وبكده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة أخرى لمنى ومصطفى واستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. عودة ليكم منى ومصطفى. شكرا لك يا هلا. شكرا.